شني اخيب شمتى تشمتي فيها ولا ما بغاش نسال؟ هي في 2011 كنت نفكر انني نهاجر، وقال لي واحد الدري دويش معاه والدربنا، قال لي راه كاين واحد السيد غيدخل وسيط بيني وبين واحد السيد وغيحرقني. الصعب اللي جيت نكتشف داكشي لقيت انا داكشي منه والو، مشاو لي فلوسي فابور، عطايش مليون ديالي فابور. نهار بغيت نمشي جيت تما لقيت الدراري بزاف اللي ما دي ولا بهم، تقريبا بحال الشكل ديال هادو اللي كانوا هنايا في حدا البحر ديال النحله. كان واحد الحراق شدهم وقال لي ما ودي راه غنديكم لاوروبا، وركب شي 80 واحد ولا ما عاد 60 خلص من عندهم وصافي، دخلهم لوسط الماء صافي وقلبهم صافي وخرجهم. نفس هاد العمليه اللي وقعت في هادي وقعت لي حتى انا، حتى قالوا لي راه غتحرق اودي وهادي وهادي، عطيت انا مليون ديالي. الساعه اللي جيت نشوف لقيت داكشي والو ما صحيحش صراحه. هذيك هي اكبر شمشه في حياتي، انا كنت ريسكي ولكن هذيك الشمشه عمرني ننساها صراحه.